احنا مكتب اشياء واجد هنا فوق، عرفت؟ فعشان كذا تقول انه ما في احداث اليوم، لا اتوقع انه في احداث كثيره، فان شاء الله راح نتطرق لها باذن الله. طيب الحين تشوفون على الشاشه المكتبه اليوم، خلوا هي اهم فقره صارت اليوم، هبات الفيه في النقاط، وكانهم يريدون ان ينقذون اشخاص معينين. انا ما ودي اشكك صراحه، ما ودي اخذ فكره المؤامره، لكن هل من المعقول؟ الفقرات على الشاشة طبعاً، تذمر الجمهور من الفقرة، إزعاج، فوضى، تغشيش، كل أنواع الفوضى موجودة في داخل هذه الفقرة. أصلاً مو موجودة الأسبوع الماضي ولا الأسبوع اللي قبله ولا اللي قبله، أول مرة تطلع اليوم فقرة المكتبة. طلعت مسابقات، المركز الأول أخذ 3200. السؤال، هل هي وجدت اليوم بالعدد والكم الهائل من الدرجات لإنقاذ الغائبين على البث الخمس أيام الماضية؟ هذا اللي واضح عشان يدبلون، وعشان بغض النظر هل هي فعلا كذا، لأنه ولا مسابقة وجدت في برنامج درجات تتعدى 2000 أو 1500، مطبخ 600، بعض المسابقات وائل ومسابقات الحركية اللي محسوبة سين سؤال أتوقع حمد، لكن ما وصل المبالغ هذه أتوقع، ما وصل انه كل واحد يفوز ب 2300 2200 3200 اخذها فريق او 3200 وكذا. يعني بالاول والاخير ما ادري هل هي فعلا عشان يحموا ناس ويدخلوا الناس تروح ارصد. المشكله انه اذا فريق الف اخذوا كل واحد 3000، تمام، هي الفكره انه كل الفريق ياخذون 2000، كل واحد 2000، صحيح ولا لا؟ إيه. عشان نتاكد من الكنترول، إذا كل واحد 2000 وزاد ترصدهم 2000 2000 2000 نفس الأرصد ما اختلفت. لا، في ناس أخذوا 3200 وفي فريق 1800 اليوم، في بونشات، في في جاب كبير. الشباب اللي أخذوا 1800 هم اللي كانوا مشعلين البث الأسبوع الماضي، ما محهم البخيت. هذه مشكلة، يعني ما أدري هل هي تعويض من موضوع الغيابات، فهذه مشكلة. وما زلت أقول إذا طلع غير الشخصيات اللي مفروض أنها تطلع على حسب الوضع العادي والعام في الغيابات كبرايم، هذه مشكلة ثانية برضو، لأن مو معقول أنا متواجد وما خصم علي وأنا اللي أدخل برايم. ما هو تشكيك بس، الدرجات تحكي قريب، الدرجات تسولف، الدرجات تتحدث أمامي في غيابي وحضوري، يعني أنا حاضر وغيري مثلا غايب أيا كان ظرفه، قبل من الإدارة ما قبل، هذا خلاص قبل في الإدارة خلاص، هو غايب 3 أيام. طب 3 أيام هذه فيها خصومات، كم فيها فقر الثلاث أيام هذه؟ فيها فقرات، فيها غياب الريالتي، فيها وفيها، يعني معليش محسوبة نوعا ما. يعني حتى سببت حزازيات بين الشباب، يعني انا اشوف غير مبرر صراحه هذه الارقام. وهل هي ستلغي فقره سين سؤال بعد؟ مشكله المكتبه اليوم المفروض، يعني ترى نطلع سين سؤال، مشكله المكتبه قلتها البارح واعيد اقول اليوم، حشو انه اضع فقره من لا شيء، الفقره ما كان فيها اي كنترول على المسابقين من المقدم، الفقره تغيب عنها 5 دقائق ترجع ما تدري ايش السالفه. ميزه المقدم الناجح تغيب عنه وترجع، مفترض انك تفهم الفقره في نص الفقره، حتى لو كان جديد، لو توك مشغل التلفزيون، المقدم الناجح يراجع مع المشاهد عشان يكون على بينه واضحه حتى لو في نهايه الفقره. لكن دخولك في مكان كذا مظلم ما تدري ايش السالفه، تغيب 10 دقائق عشان ترجع تلقى الدنيا اختلفت عليك. يعني لو تتابع وانت غايب 10 دقائق على في نصف الفقره ما تدري وش اللي جاي، ما تدري فعليا. فهذه المشكله اللي انا ما زلت اقولها، انه هالفقره يعني نستطيع الاستغناء عنها، ليس لانه ما لها اي قيمه صراحه بالنسبه لي. هي مكتبه، هي اسئله، هي اجوبه، هي ايش فكرتها؟ ما لها فكره واضحه صراحه. نواف، الفكره كما وصلني يعني من الاعداد انها فكره اثرائيه، حلقتين، الفقره الاولى اثرائيه واليوم الثاني يعطون الشباب بعد الفقرة الإثرائية ملخصات يشترونها بمبالغ، المجموعات تقسم في اليوم الأول ممتاز. واليوم الثاني تكون في مسابقة. الفكرة جميلة لكن لم تطبق على أرض الواقع. أمس ما طلعت المكتبة، الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي طلعت ممتاز، كانت الأساس في فقرة سين سؤال، آخر أسبوعين اختفت وجت بدالها المكتبة. ما في أي تنويه أنه ليش اختفت فقرة سين سؤال هي مع حمد سعود، فجأة من الأسبوع الماضي يعني كان في فقرة حمد سعود حطوا فيها المكتبة، واليوم نفس الطريقة كانت في فقرة اللي حمد سعود، أو إنه أمس، لا اليوم الأربعاء. ما في مشكلة، سؤالي واضح. أوكي، بس بسألك البارح كم كان إعلان الفقرة وقتها؟ إعلان أمس واليوم
صار متى كان بعد المغرب 6:45 وانا طلعت اليوم ليش 9:30 اليوم فقره ثانيه اليوم اعلن جديد امس فقره هي تطلع حلقتين للمكتبه اي ليش حلقة اثرائيه امس المفترض اثرائيه تطلع للمتسابقين واليوم هم اليوم اعطوهم اسئله على الاسبوع الماضي انا اتكلم عن التوقيت لا هي تختلف اليوم الفقره تختلف عن الامس اليوم مسابقات وامس اثرائيه يعني الاثرائيه 6:45 إيه والمسابقات تبدا 9 وشوي والذمه وسيعه ما ادري لا طبعا انت سلامات 9 وتطلع 12 توافق اليوم طلعت 10 و10 وكذا إيه سهله بس انه محمد عباس في المره الماضيه الاسبوع الماضي ما كان معطينا التفاصيل مثل ما صار اليوم هم فكروا فيها خلال الاسبوع اي يعني عشان كذا اقول لك التفاصيل مختلفه يعني طلعت اليوم المكتبه وش وين المكتبه فوضى انا اي خلي الفوضى الفوضى هذا نتكلم فيها لا مهمه جدا الفوضى يا اخي انا بتكلم كلهم متدمرين وانا اتكلم حتى بالاشياء اللي تكلم فيها محمد عباس تغيرت اليوم يعني كل الاشياء اللي تكلم فيها تغيرت اليوم غير ان الفوضى غير ان حسبه محمد عباس يعطي مثلا هذا 5 ثواني مثلا معلش دقيقتين الفريق الثاني مثلا يعطي 5 دقائق ما في اي ما اشوف في انه محمد عباس مسك الفقره بالطريقه الصحيحه وفوق كذا انه كان فيها غش كبير من الطرفين برضو كان فيها ما هو غش في 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 يعني حتى في الهاء المقدم يعني في احد الاجوبه الظاهر وليد خلص من الستيج من محمد عباس فكان يرقص معه عشان فكان يشتري الفريق بسرعه خلصوا الاجوبه يعني انت خليك مقدم وواضح يعني افهم الفقره انه مو اي احد يلهيك على الشاشه تفضل استني دقيقتين انت الموضوع لازم يكون معك تايمر ولازم يكون معك توضيع على الشاشه ويكون في وقت على الشاشه يظهر مو اي احد يطلع لك على الستيج ممكن يشغلك عن موضوع الاسئله والاجوبه في المتسابقين ومعليش لا تزعلون مننا المتسابقين ما كانوا جدا متعاونين صراحه كان في شويه فوضى برضو كان يتحملها جزء من المتسابقين والمقدم يعني يتحملها جزء كبير مقدم بس برضو جزء قليل منها يتحملها المتسابقين لانه ما كان في تقيد صراحه بالانظمه اللي طيحت محمد عباس اللي اعتقد انها نوعا ما شوي انها غير مرتبة أنا أتكلم أن الدرجات كانت مرتفعة مرة بالفقرة يعني فيها ظلم كبير على المتسابقين إيش تشعر من خلال الزيادة يعني أنا أتوقع أنه جبر خاطر بالفقرة كبيرة يعني تؤيد فكرة المؤامرة اللي أنا تبناها نوع علي أنا ما أوصل لفكرة المؤامرة بس أنا أميل لفكرة أنه جبر خاطر بالفقرة يعني الأخلاق الإسلامية اللي يعطون درجات أنا أتوقع ذلك أنه ما أدري شو سوى محمد عباس يعني ما أدري كيف هذا يعطيه دقيقة وهذا يعطيه 5 دقائق وهذا يعيد السؤال عليه 3 مرات وهذا ما يعيد عليه السؤال يعني ما مشاهم على الطريق الصحيح أوكي ما عدت السؤال مرة واحدة هنا لا تعيده مرة هنا لا تعيده خليك مثل ما عطيت المتسابق الأول ما عدت السؤال لا تعيده هنا ليش تعيد على المتسابق فلان 3 مرات أو 4 مرات لين يجيب الإجابة والمتسابق هذا منعت أنك تعيد السؤال عليه هنا فيها ظلم برضه على المتسابق نفسه محمد عباس من الأخير يعني ما مسك الفقرة بالطريقة الصحيحة طيب على طاري